صديقي مشاهد الاقتصاد والناس، طبعا اولا اهلا بحضرتك في حلقه جديده من البرنامج. ثانيا الحقيقه يعني القطن المصري معروف منذ القدم، الحقيقه هنقول من 200-300 اكتر سنه انه من افضل انواع القطن في العالم، ولكن الحقيقه شهد بعض الانتكاسات سواء كان في زراعه القطن نفسه او تصنيع المواد، واصبحنا نستورد عدد من المواد الخام اللازمه لتصنيع بعض الملابس والمنسوجات. ولكن واضح جدا من الحكومة الحالية انه تم توجيه النظر الى تطوير تلك المنظومة واعادتها الى امجادها السابقة مرة اخرى. فايه اللي حصل بالضبط في منظومة القطن سواء كان منذ بداية زراعته والى ان يصبح نسيج او ملابس جاهزة؟ ده هيدور حوارنا النهاردة حول هذا الموضوع. هنطلع فاصل سريع صديقي المشاهد، نشوف تقرير حلقتنا النهاردة ونرجع نبدأ اللقاء. شهدت الثلاث سنوات الأخيرة تطورا ملحوظ في منظومة زراعة القطن بكافة جوانبه من قبل القيادة السياسية بهدف توطين الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي، كما أن دراسة الحكومة لزراعة 5000 فدان من محصول القطن قصير التيلة يأتي في إطار سد احتياجات المصانع من هذا النوع باعتباره الأكثر طلبا واستخداما بسوق العمل مقارنة بالقطن طويل التيلة. وتعد أهم فوائد التوسع في زراعة القطن قصير التيلة هو توفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة وخفض الاستيراد من هذا النوع، مما يدعم تنفيذ أهداف الدولة في خطة تطوير وتوطين الصناعة المحلية. تمام، رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. شفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة، يعني الحقيقة النهاردة منورنا ومشرفنا في استوديو الاقتصاد والناس أستاذنا الأستاذ الدكتور وليد بسيوني، نائب مدير صندوق تحسين الأقطان المصرية ورئيس قسم بحوث تربية القطن بمعهد تحديث القطن. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا فندم، منورنا يا فندم مرة أخرى. الله يخليك فندم. الله يحفظك ويكرمك. طيب يعني لو هنتكلم على تاريخ زراعة القطن في مصر، هل مصر فقط اشتهرت بالقطن طويل التيلة منذ بداية زراعة هذا الصنف يعني في مصر ايام محمد علي على ما اعتقد؟ بداية من عصر محمد علي باشا. صح مظبوط. هل بس كان طويل التيلة وهو ده اللي اشتهرنا بيه، ولا كانت مصر عندها تنوع في انتاجية الاقطان منذ بداية زراعته في العصور القديمة؟ لا، هو حضرتك بداية من زراعة القطن وتاريخ دخوله مصر والتاريخ الفعلي مع محمد علي باشا تقريبا في سنة 1820، وعلى مدار 200 سنة أو أكثر من 200 سنة مصر اشتهرت في العالم بالأقطان الطويلة والطويلة الممتازة. احنا بننتج أفضل وأفخم أنواع قطن في العالم. أوكي، من ساعتها يعني. من ساعتها لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. لغاية دلوقتي. فاحنا اشهر يعني واقوى الزراعات اللي عندنا القطن طويل التيل. احنا افضل دوله في العالم بتنتج الاقطان الطويله والطويله الممتازه والاقطان فائقه الطول. أوكي. اللي بتدي اعلى نعومه. أوكي. واعلى متانه لخيوط الغزل، وبالتالي كل المنسوجات والمفروشات اللي بيتم نسجها من الاقطان المصريه لا يضاهيها اي منسوجات اخرى في العالم. بس دي سعرها لو هنتكلم سوق بقى، سعرها طبعا اغلى كتير جدا. اكيد يا فندم، كل حاجه. طبعا طبعا الاقطان العاديه. وزراعتها مش منتشره في العالم زي طبعا الاقطان قصيره التيله ومتوسطه التيله، مظبوط ولا؟ هو حضرتك الاقطان في حوالي 10 دول في العالم بينتجوا الاقطان الطويله والطويله الممتازه. مين بقى؟ حضرتك احنا عندنا الولايات المتحده الامريكيه عندها اقطان البيم، ودي اقطان طويله ممتازه. أوكي. دي الاقطان اللي بتشابه الاقطان بتاعتنا. أوكي. عندنا الصين بتنتج برضو اقطان طويله. عندنا تركيا، عندنا اليونان، عندنا اسبانيا، عندنا روسيا، الهند، دي من الدول، استراليا، دي بتنتج برضو الاقطان، اقطان الطويله والطويله الممتازه اللي بتشابه، لكن ما بتوصلش لمتانه الاقطان المصريه وجوده الاقطان المصريه اللي بتنتج في مصر. ليه بقى يا فندم؟ هل دي البيئه، المناخ، البذره نفسها؟ بص يا فندم، اي نبات في الدنيا او اي حاجه هي عباره عن تركيب وراثي، اللي هي البذره اللي انا بحطها وتركيبها الوراثي بحطها في التربه. كويس. التربه دي بحط البذره ديت انا بحطها في ارض فيها مخصبات وفيها عناصر غذائيه وبرضه بسمدها، في نفس الوقت انا بضيف لها ميه، في نفس الوقت لما بتطلع نبات وتبدا تنبت بيبقى حواليها رطوبه وحراره ورطوبه نسبيه وجو. التغيرات الجو والرطوبه النسبيه اللي موجوده في مصر ودرجات الحراره هي اللي بتؤدي لترسيب طبقات سيلولوز مثاليه لشعره القطن، فبيديها افضل متانه وافضل نعومه. اوكي. هل
لان احنا بنشهد مؤخرا خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا تغيرات مناخيه شديده، يعني هل اثرت على نوعيه القطن المصري ولا الحمد لله؟ لا يا فندم، هو دلوقتي في برامج حضرتك، في توصيات وبرامج موجهه بيقوم بيها معهد بحوث القطن بوزاره الزراعه، وبيقوم بيها الباحثين اللي بيبقوا مسؤولين على كل مركز من مراكز زراعه القطن في كل محافظه من المحافظات ال 14 في زيارات ميدانيه اسبوعيه في وسط المزارعين، بحيث ان هو بيقدم التوصيات الفنيه للمزارع اللي بتؤدي بيه الى ان هو يقوم برش مجموعه من المغذيات او العناصر اللي بتجابه التغيرات المناخيه، وبتؤدي بالنبات ان هو يقدر يهرب من درجات الحراره العاليه او التغير المناخي الموجود، بحيث ان ما يحصلش تاثير اقتصادي على المحصول. اوكي، يعني ما زال لسه في، يعني البحث ليه دور مهم جدا. اكيد يا فندم، اكيد في محاوله. كل صنف احنا حضرتك بنطلع اصناف جديده يا فندم، يعني انا هقول لحضرتك احنا خلال الاربع سنين الاربع مواسم اللي فاتوا دول طلعنا ثلاث اصناف، صنف جيزه 94، ويعتبر هو اعلى الاصناف اللي موجوده خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، اعلى الاصناف الانتاجيه. أوكي. وفي نفس الوقت مجابه ومتحمل للتغيرات المناخيه. أوكي. في نفس الوقت متحمل لظروف الدراوت او الجفاف او العطش. أوكي. موسم النمو بتاعه قصير، بيمثله الصنف جيزه 95 اللي بيتربع على عرش زراعه الاصناف المصريه في الصعيد كلها، في محافظات الصعيد اللي بتزرع قطن. عندنا صنف جيزه 96 طلعناه، وده صنف من الاقطان الفائقه والفائقه الممتازه، واللي ليه سوق عالمي جدا وبيتهافت عليه الغزالين بره لمتانته العاليه. طلعنا صنف جيزه 97 السنه اللي فاتت، ودي كانت اول سنه يتزرع في محافظه المنوفيه. السنه دي ان شاء الله هنطلع بيه لمحافظه الالوبيه وبجانب المنوفيه ومعها محافظه الغربيه باستثناء مركز المحله الكبرى، في محاوله لزياده معدل الاكسار وكميه البذره اللي طالعه السنه دي عشان ندخل بيه في محافظه البحيره الموسم الجاي، موسم 2023 97. وده اعلى صنف انتاجا في مصر. أوكي. من افضل الاصناف اللي طلعت في تاريخ الحياه القطنيه او في تاريخ اصناف القطن. بنسجل صنف حضرتك ان شاء الله الشهر ده هياخد سيريال نمبر وهيتسجل في لجنه تسجيل الحاصلات، وهو صنف الجيزه 98. أوكي. صنف الجيزه 98 احنا هنزرعه. جيزه 98 من اصناف الصعيد. وده مميزاته، اول حاجه صنف مبكر النضج. مده نكسه في التربه تقريبا في حدود من 150 ل 160 يوم. في نفس الوقت الصنف موفر للميه، بيوفر تقريبا حوالي 45 يوم في العمر بتاعه، فبالتالي بيوفر ريتين او ثلاث ريات. الحاجه المهمه جدا ان هو بيتحمل درجات الحراره العاليه، وبيعطي محصول اقتصادي تحت درجات حراره 50 درجه مئويه. اوكي، فده مناسب جدا للصعيد. احنا هنزرعه حضرتك في محافظه ان شاء الله، في محافظه سوهاج ومحافظه اسيوط، درجات الحراره بتبقى عاليه. درجات الحراره بتبقى عاليه. وانت موسم بدايه الزراعه والحصاد حضرتك موسم بدايه الزراعه، لو احنا دورنا في الكتب وفي في السنين الماضيه كنا بنقول ان زراعه القطن بتبدا في النص الاولاني من شهر مارس في محافظه، في من اول شهر مارس على الا يتجاوز نصف شهر مارس في وجه ابلي. أوكي. ومن نص مارس الثاني على الا يتجاوز اخر مارس او نص ابريل في الوجه البحري. أوكي. لكن نتيجه ان احنا طلعنا اصناف قصيره العمر، اصناف نقدر نزرعها بعد المحاصيل الشتويه الكامله، لان كان في عندنا حضرتك صراع، انا في محاصيل صيفيه بهذه المحاصيل بتنافس القطن، فبالتالي بتقلل من مساحته. طب انا عشان ازود مساحه القطن اعمل ايه؟ ابتدينا نعمل برامج تربيه لانتاج اصناف قصيره العمر. اصناف قصيره العمر معناها ايه؟ معناها ان انا اقدر ازرعها بعد محصول شتوي كامل. بقول للمزارع انت خد محصول القمح بتاعك كامل، او خد محصول الفول بتاعك كامل اللي هو المحصول الشتوي. أوكي. او خد المحصول بتاعك اللي هو محصول الربايه اللي هو البرسيم، وخد تقوي برسيم، وتقدر تزرع اصناف القطن الجديده اللي مطلعها مطلعتها وزاره الزراعه، وتديك محصول ممتاز ومحصول اقتصادي بعد المحصول الشتوي. أوكي. فبالتالي انا زودت من ارباح وعائد الوحدة المساحة للمزارع، لأنه بالتالي هو مش هيحتاج يشيل قمح بدري، مش هيحتاج إن هو يأثر على محصول الفول بتاعه، هياخد الرباية أو هياخد تقاوي البرسيم يربيها وياخد تقاوي البرسيم، وبالتالي تقريبا هيدخل له حوالي 7-8000 جنيه في شهر، وبالتالي وبديله برضه محصول القطن اللي بيديله محصول مرتفع أو محصول عالي. هل سعر القطن بيأثر أو يعني، لأنه كان زمان في بورصة للقطن ولكن اختلف دلوقتي؟ البورصة هتعود دلوقتي يا فندم. هتعود إن شاء الله. إيه أهميتها؟ هقول لحضرتك حاجة.
دلوقتي احنا لو اتكلمنا على مساحات القطن خلال ال 20 سنه اللي فاتوا او من سنه 94 لغايه الوقت اللي احنا قاعدين فيه، أوكي. حضرتك المساحات اخذت تتناقص من 2 مليون فدان صحيح. لغايه ما وصلت ل 131 فدان 131 الف فدان في موسم 2016 وتقريبا 182 الف فدان في موسم 2020 في كل الجمهوريه. فالنقص الشديد ده كان ناتج عن ايه؟ كان ناتج عن الاختلاف في طرق تسويق القطن. بمعنى انت حضرتك كمزارع محتاج ان انت تبيع محصولك، وفي نفس الوقت محتاج ان انت تاخد عائد مجزي صحيح. لان انت عرقان في قلب المحصول ده في قلب الارض. فاذا لو ما كنتش هتاخد عائد مجزي وهتلاقي ربح داخل جيبك للمحصول اللي انت بتزرع فيه بقالك 5 شهور، يبقى لن تعود لهذا المحصول. وبالتالي كان في تدخل من الحكومه خلال الثلاث سنين اللي فاتوا دول، وهنبداها من موسم 2019. في موسم 2019 ابتدت الحكومة تحط منظومة جديدة لتسويق الأقطان المصرية في خطوة، وهي العودة بعرش القطن تاني لمجده وسابق عهده. فلقت حطت قلقت أن المشكلة الأساسية هي أن التسويق لا يعطي للمزارع حقه، وبالتالي المزارع بيعزف عن زراعة القطن. طيب أنا أدي للمزارع حقه إزاي؟ أنا كان موجود عندي زمان كان موجود بورصة قطن، وكان في حاجة اسمها النظام المزايدة العلنية، وكان في حاجة اسمها بعدها نظام التسويق التعاوني مع ثورة يوليو، وكانت الحكومة هي اللي مسؤولة عن تسويق القطن، والمزارع بيودوا قطن الجمعية الزراعية وبتبدأ يتعمل عليه مزاد، بتبيعه الحكومة، بتدي للمزارع الفلوس بتاعته وحقه اللي بيبقى مرضي، وبالتالي بتزيد المساحة الموسم اللي بعديه. من سنة 94 لغاية سنة 2018 تقريبا أو 2019 كان القطاع الخاص هو اللي بيتاجر في القطن. القطاع الخاص ومتاجرته في القطن هي متاجرة عرض ومكسب وخسارة وربح. فبالتالي ده اللي ادى الى تدخل الحكومه بمنظومه التسويق الجديده اللي بتقودها ثلاث وزارات: وزاره الزراعه، وزاره التجاره والصناعه، وزاره القطاع العمالي العام. ازاي بقى؟ ايه المنظومه دي؟ المنظومه دي حضرتك يا فندم قالت انا عندي كان في نظام حلو قوي اللي هو بنسميه نظام التسويق التعاوني، اللي هي ان الحكومه كانت هي اللي بتتاجر وهي اللي بتبيع للفلاح وتدي له حقه. وفي نفس الوقت فبالتالي ما كانش فيه خلط، ما كانش فيه تدهور للاصناف، ما كانش فيه ان الغزالين بره بيشتكوا من ان الصفات ما اصبحتش صفات قياسيه وهي الصفات اللي بيشتري عليها. اوكي، مشكله كبيره دي، وده مشكله جامده جدا علينا منها في موسم 2016 حضرتك، ورجعت كل الشحنات صحيح. فبالتالي لكن قدرنا كوزاره الزراعه ان احنا في موسم واحد بس نرجع كل الاصناف لصفاتها القياسيه بشهاده الغزالين بره. فابتدت الحكومه تقول طيب انا عايز اعمل، وفي نفس الوقت كان في من سنه 94 لسنه 2019 او 2020 نظام التسويق الحر للقطن اللي بيمثل التجاره الحره، نظام التجاره الحره العالمي. فعايزه تعمل يعني خلطه ميكس بالانس ما بين نظام التجاره الحره وفي نفس الوقت نظام التسويق الايه التعاوني. فتعاملت منظومه اسمها منظومه التسويق الجديده اللي بدات في موسم 2019 بمحافظتين، محافظه الفيوم ومحافظه بني سويف. نظامها ايه؟ النظام بتاعها ان انا المزارع بيجي بعمل مراكز تجميع، مراكز التجميع دي زي حلقات الجامعات الزراعيه بتاعت زمان، لكن انا بعمل مراكز تجميع تتناسب مع مساحات القطن الموجوده في المنطقه. يعني المنطقه اللي فيها مثلا 1000 فدان مزروع قطن بعمل لها مركز تجميع، فيها 1500 فدان قطن بعمل مركزين تجميع. مركز التجميع ده باخد باودي فيه بجيب له حصر لمساحات من واقع الجامعات الزراعيه وكشوف الزراعه والمتعاقدين، بدي له حصر بالناس اللي زرعه في المنطقه دي ال1000 فدان مزروعين، حيازاتهم فين وكم مزارع والمزارعين مين. بيبدا المزارع يروح مركز التجميع ياخد بالمركز التجميع ده، هو عنده فدان، الفدان متوقع ان المحصول المتوقع ليه حوالي مثلا 8 قناطير او 9 قناطير، التسع قناطير دول يتحطوا في كام؟ يتحطوا في 6 اكياس. فبيستلم 6 اكياس من مركز التجميع، وبيستلم خيط دباره قطن عشان يخيط عشان ما يحصلش تلوث للقطن بالخيوط اللي هي البلاستيك. بيبقى مكتوب برضو نوع نوعيه القطن اللي هو زرع، معروف ان هو زرع مثلا. هو حضرتك في حاجه اسمها السياسه الصنفيه للقطن، كل محافظه للقطن بيطلع قرار وزاري في اول السنه، القرار الوزاري بيحدد مراكز الجمهوريه ومحافظاتها وبيوزع الاصناف عليها، فبيبقى معروف الصنف المنزرع على حسب ما احنا مطلعينه في معهد بحوث القطن بالتوصيه ان الصنف 94 بيتزرع في محافظه الغربيه مثلا او محافظه الدقهليه، هيدي له هيدي للمزارع اعلى انتاجيه وهيدي للقطن افضل صفات قطن وصفات جوده. وما يحصلش الخلط عشان ما يحصلش الخلط وما يحصلش تدهور لصفاته. جميل. انا الغزال بيثق في مصر
وبيثق في قطن مصر، فلازم انا اطلع له صنف من ارض بالصفات القياسيه اللي هو بيشتري عليها. صحيح فبدات بيبقى عندنا طبعا كشوف المزارعين ومعروف الصنف. أوكي. في مركز التجميع حضرتك هو بياخد الاكياس وبيروح يجمع القطن المزارع. بعد كده بيجيب القطن بعد ما بيجمعه وبيسلمه لمركز التجميع. كويس. في اليوم اللي بيسلمه لمركز التجميع بيبقى فيه وزان موجود بيوزن القطن حضرتك وبيدي للمزارع علم بالوزن بتاعه، انت جبت 6 اكياس، الست اكياس وزنهم 9 اناطير، ادي العلم بتاعك اهو. اوكي. في نفس الوقت بياخد عينه من القطن ده ويقوم بحلجها في قلب مركز التجميع. أوكي. وهيئه التحكيم واختبارات القطن في اسكندريه اللي بتبقى موجوده في كل مراكز التجميع في الرازيل ليها. أوكي. بيدي رتبه وبيدي تصافي على اساس ان المزارع اللي جامع قطن نضيف جدا وقطن درجة عالية ودرجة أولى مش زي المزارع اللي جامع قطن في أوراق شجر ومخلفات. أوكي. ده ليه سعره؟ حتى لو نفس الصنف، حتى لو نفس الصنف يا فندم، في حاجة اسمها رتبة وجودة، جودة واختلاف. وبالتالي أنا بدل المزارع حقه. بس ده حسب إيه بقى؟ حسب الجني الثمرة نفسها؟ ما هو لا، حسب طريقة جني المزارع. في حاجة اسمها طريقة الجني المحسن اللي هو بيجمع على مرتين وبيجمع حاجة اسمها عب الندى الصبح وبيفرفر القطن ويسيبه في الشمس لغاية الساعة 11 عشان ما يبقاش فيه رطوبة فما تعملش احتراق ذاتي وبكتيريا وبالتالي تصفر اللون وتخلي لونه وكده. فهو بيعمل كل التوصيات الفنية اللي بتتقال له فبيطلع قطن ممتاز. كويس. الراجل اللي مطلع قطن ممتاز ده لازم يبقى فيه فرق في السعر بينه وبين الراجل. صحيح. اللي مطلع قطن وحش باقتصاد يا فندم. صحيح. فبالتالي بتدي له رتبه وتصافي. كويس. بعد كده بيتحدد بتتعمل رساله يعني مثلا مش هنعمل مزاد كل يوم. لا، بيبقى مثلا دخل 1000 غيس فبيجوا محددين يوم للمزاد. بيتم اعلام كل المزارعين اللي لهم قطن في داخل مركز التجميع. وبيجي المزارعين يقعدهم وبتيجي الشركات اللي بتتاجر في القطن. اوكي. الشركات ده البالانس بقى. البالانس بتبدا حضرتك دلوقتي الحكومه اصبحت هي عباره عن الايه؟ عباره عن القاضي اللي حلو. بين المزارع حلو. وبين شركه تجاره القطن. حلو. فبتبدا الحكومه بيتحط سعر فتح مزاد. السعر فتح المزاد مرتبط باسعار القطن العالميه في يومها. اوكي. لان انا اللي هشتري قطن من هنا ما هوش ده هيبيعه وهيصدره الغزالين. فبنربط سعر القطن اللي جوه مصر بالقطن اللي بره. مش بس كده يا فندم، انا بقول انا بطلع افضل انواع القطن في العالم، فما دام بطلع افضل انواع القطن يبقى في حاجه اسمها هامش ربح اضافي او حافز جوده اللي انا بحطه للقطن بتاعي. صحيح. فبالتالي تم الاتفاق على ان انا بحط السعر العالمي زائد 20% من السعر العالمي للقطن الوجه القبلي، مش زي القطن بتاعه ما انا بقول للوجه القبلي، وبحط السعر العالمي مضاف اليه 40% للوجه البحري. ده سعر فتح المزاد البدايه. كويس قوي. وبتبدا الشركات اللي موجوده كلها بتتاجر في القطن بتزايد. كويس. لغايه ما بنصل الى اعلى المزاد لاعلى سعر ليه. كويس. فبالتالي المزاد ده وصل لاعلى سعر للشركه الفلانيه. بتبدا الشركه دي تاخد الرساله اللي هي ال1000 انطار او ال500 انطار او ال600 انطار. وبيبدا المزارع يبيع هو راضي هو ارتضى. فبيبيع السعر قطنه باعلى سعر في مزاد علني للشركه الفلانيه. مش بس كده، الحكومه قالت ان من حق المزارع انه ما يبيعش. انا مش عاجبني السعر النهارده، استنى بقى المره اللي انا كمزارع انا مش عاجبني، فانا ال10 اكياس بتوعي انا هسيبهم فبيستنوا للمزاد الايه الثالث رغبه منه ان هو يحصل على سعر ايه اعلى. هل القطن ممكن يخزن لفترات يعني ولا لازم؟ مش لفترات طويله يا فندم. مش لفترات طويله، ممكن يبوظ يعني. ممكن يبوظ. ممكن يحصل له القطن ممكن يحصل له احتراق ذاتي اصلا، يعني لو في رطوبه لو في رطوبه بتشتغل عليها البكتيريا فبترفع درجه الحراره فممكن يحصل احتراق ذاتي ليه. فمش من مصلحته قوي، مش من مصلحته يعني التخزين. فبنيجي بعد كده فبيبدا المزارع ايه يبيع في المزاد الايه العلني. طب. فبالتالي احنا عملنا ايه هنا بقى؟ انا رضيت المزارع وحصلت له على اعلى ربحيه واعلى سعر القطن. فبالتالي انا لما يحصل ويلاقي ان قطنه بيتباع باعلى سعر عالمي وبالتالي ومش بس كده ده في فرق جوده كمان طبعا. عن السعر العالمي، يبقى هو هيزرع السنه الجايه وهتبدا تزيد الايه. هل ده حصل يعني؟ احنا ده حصل. قلت ده ابتدى 2019 تقريبا. ابتدى 2019. ابتدى في محافظتين، في محافظه الفيوم ومحافظه بني سويف. هل هيتم تعميم؟ ما انا هقول لحضرتك ده كان في 2019. في 2020 قامت الحكومه باللي هم المشرفين على منظومه التسويق الجديده بتطبيق المنظومه ثاني سنه في الفيوم وبني سويف بالاضافه لمحافظتين في الوجه البحري. كويس. هي محافظه الشرقيه ومحافظه البحيره. كويس قوي. ومشت المنظومه ممتازه وارضاء للمزارعين وحصل المزارعين على اعلى سعر. انا مش عايز اقول لحضرتك كمان ان المزارع المزاد خلاص النهارده على مثلا 4000 جنيه. المزارع تاني يوم الصبح او في يوم المزاد بياخد 70% من السعر من الشركه. شيك ب 70%. وفي خلال اسبوع او 10 ايام بياخد ال 30% التانيين. كويس قوي. بعد كده
بدأت المنظومة في الأربع محافظات في موسم 2020، وبعدها في موسم 2021 تم تطبيق المنظومة على كل محافظات مصر اللي بتزرع قطن، وإجمالي لساحات القطن في مصر كم محافظة بتزرع؟ 14 محافظة. 14 محافظة، وجه بحري وإبلي. وجه بحري وجه إبلي 14 محافظة. 14 وتم خلاص، يعني المنظومة دي شغالة في كل المحافظات. احنا يا فندم تم تسويق في كل المحافظات، وتم تسويق القطن بنسبة 99.9 زي ما انت عايز بقى. بعد كده يعني مفيش قطن في السوق. 2016 كان في مشكلة كبيرة، 2016 كان في، و17 ابتدت تتحل، وصلنا ل 2019 بتطبيق المنظومه الجديده. تمام. ابتدت المنظومه الجديده تؤتي ثمارها، وعايز اقول لحضرتك ان وجود نظام يمكن تعديله او تعديل سلبياته افضل من عدم وجود نظام. طبعا. حكومه مشكوره لما حطت النظام حضرتك ابتدت تبص للنظام وتبدا تاخد اراء كل الناس، تاخد اراء الغزالين وتاخد اراء التجار وشركات القطن والمزارعين واراء المرشدين الزراعيين واراء خبراء الزراعه والاقتصاد، ايه هي السلبيات اللي انتوا لقيتوها في المنظومه دي وتم تلافي هذه السلبيات في 2020. اكيد طبعا اي نظام جديد يا فندم بيبقى فيه سلبيات، ولكن تم تلافيها في 2020. وفي نفس الوقت برضه في 2020 تم عمل استبيان لإيه السلبيات اللي ما زالت مستمرة وعايزين نغيرها، تم تلافيها في موسم 2021 حضرتك، اللي أدى إلى تطبيق منظومة التسويق الجديدة على كل مساحة القطن في مصر. وسعر القطن اللي كان في موسم 2020 حوالي 1700 جنيه للوجه الإبلي وحوالي 2100 جنيه للوجه البحري، أصبح في موسم 2021 هو 4500 جنيه للوجه الإبلي و5500 جنيه و5700 جنيه و6000 جنيه في الوجه البحري. سؤال فني بقى، الجزء الآخر من المنظومة احنا اتكلمنا على المزارع ابتدى ياخد حقه. تمام. الراجل التاجر اللي بيصدر القطن لبره، هل المنظومة دي بالنسبة له أصبحت عائق؟ لا. ولا دي مسهلة؟ لا فندم، المنظومة سهلت له كل حاجة، لأن المنظومة أولا سهلت له الحصول على قطنه. ليه بقى؟ بقى يا فندم كان بيشغل حاجه اسمها الجلابين او السماسره. في كل قريه يجيب واحد تبعه لف على المزارع يخبط على البيبان بتاعته. انت عندك قطن؟ ايوه. طب القطن ده كان ب 1500، طب انا هديك 1550 وتديله القطن عشان يبدا يلم له القطن ويديله عقود التصدير اللي هو مرتبط بيها بره. صحيح. لا ده الحكومه قالت له انا هجيب القطن لغايه عندك في قلب مراكز التجميع، بس ادفع واحط لك القطن، بس انت هتيجي القطن سعره هنا مرتبط بالسعر العالمي عشان تدي للمزارع بتاعي حقه، لان صح. انا اللي يهمني مين؟ المزارع. عصب الاقتصاد القومي المصري. صحيح. هو نمره واحد في الاقتصاد الزراعي. صحيح. فاذا لم يكن المزارع راضي والمزارع يحصل على ربحيه وسعر مجزي يناسب عرقه ويناسب جهده في الارض، يبقى المحصول مش هيتزرع تاني. وده اللي ادى حضرتك بان هو الراجل التاجر ما خسرش، لان انا سعره هو نفس سعر السوق العالمي وهو بيصدر بعقد تصدير، بس شال البيبلمان اللي في النص. احنا شلنا بقى ايه؟ شلنا اللي كان مين اللي كان بيكسب في النص؟ مين اللي كان بيضر التاجر وبيضر المزارع؟ السمسار الوسيط اللي كان بياخد كميه كبيره او فلوس كتيره. هو بياخد فلوس من المزارع بياكل المزارع، وبياخد فلوس من التاجر بياكل التاجر، وبالتالي الاثنين اللي بره هم خسرانين. فالحكومه لعبت الدور ده. الحكومه بقى قالت انا لا ده انا قاضي. انا لا هاخد كده ولا هاخد كده. انا هجيب التاجر في وش المزارع الاثنين واقعد حكم في النص، احط سعر فتح مزاد يتناسب مع سعر قطني وجودته. هي. وفي نفس الوقت ابدا زايد يا عم، وانت هتاخد القطن اللي انت عايزه وتصدر عقودك، والمزارع ياخد ثمنه وياخد عرقه وياخد جوده وياخد اعلى ربحيه من وحده المساحه وبراحته، وممكن يبيع وممكن ما يبيعش ويستنى مزاده وما يستناش. وفي النهايه هذا كله مين؟ لمصلحه القطن المصري، لمصلحه الاقتصاد المصري، لمصلحه عوده القطن المصري الى سابق عرشه ومكانته التي تليق به في السوق العالمي. طب معلش دكتور وليد، احنا وقتنا انتهى، ولكن سؤال سريع كده قبل ما نخلص، هل الهدف من المنظومه زياده المساحه المزرعه من القطن ولا المحافظه على الكميات اللي احنا بننتجها حاليا؟ بص يا فندم، الهدف هما الهدفين مع بعض. اول حاجه المحافظه على القطن المصري والحفاظ عليه من التلوث والتضخر. كويس. ده نمره واحد، ده هدف قومي مهم جدا. الحاجه الثانيه هي زياده مساحه القطن تدريجيا بما يتناسب مع العقود التصديريه اللي موجوده بره. كويس. انا حضرتك مش مساله ان انا ازرع قطن، انا ممكن ازرع قطن بساحات كبيره، لكن القطن ده انا هصدر مثلا، انا محتاج اصدر 70,000 طن، لكن انا اللي طالع لي السنه دي المساحه ذاتها تطلع لي 100,000 طن، فبالتالي ال 100,000 طن هيبقى المعروض كتير والطلب قليل. ولما يبقى الطلب قليل يبقى السعر هينزل. صح. لا انا في الحكومه بتعمل ايه؟ بشوف الاول عقود التصدير، وزاره التجاره والصناعه ووزاره قطاع الاعمال. بشوفهم انتوا بتصدروا قد ايه؟ ملتزمين بعقود قد ايه؟ انا ملتزم ب 70,000 طن، يبقى بحدد المساحه اللي مزروعه في مصر. 70,000 مثلا، تجيب 70,000 بلس مثلا 3,000 طن زياده يدخلوا سوق محلي. يدخلوا سوق محلي. او ان انا مثلا تحسبا لزياده الطلب، فيبقى انا عندي برضو انا بحافظ على كده. لكن انا ما بديش الفرصه ان انا
ازود المساحه على عشان كده احنا في خطه استراتيجيه الزراعه 2030 بتقول ايه؟ احنا حاطين هدف قدامنا، الهدف بيقول ان انا محتاج ان انا اصل في سنه 2025 ل 350 الف فدان قطن. يتناسب مع المساحه، يتناسب مع الانتاج، يتناسب مع التصدير، يتناسب مع اعلى ربحيه للاقتصاد القومي. في نفس الوقت انا هوصل في 2030 ل 500 الف فدان قط محسوبه بالورقه والقلم. أوكي. حضرتك انا محتاج ده برضه هيتناسب مع السوق العالمي، هيتناسب مع السوق العالمي واحتياجات السوق العالمي من من الاقطار بتاعتنا مصر. من الاقطار المصريه. ميرسي يا دكتور وليد، معلش حضرتك معانا نورتنا. لا لا يا فندم، كعادتك يعني الحقيقه استاذنا، طبعا كعادته يعني استاذنا الاستاذ دكتور وليد بسيوني، يعني اتكلم بمنتهى الامانه والشفافيه والتفصيل الحقيقه حول زراعه القطن واعاده القطن المصري اللي هو فعلا من افضل، مش من افضل، هو غالبا افضل الحقيقه يعني، ومش عشان انا مصري او الدكتور وليد، انما هو دي الحقيقه العلميه الواضحه ان القطن المصري افضل انواع القطن في العالم، ويجب ان يستعيد مكانته مره اخرى دوليا. والحقيقه واضح جدا من الخطوات اللي بتحصل دلوقتي سواء كان من قبل الحكومه او من قبل المنظومه الجديده كلها على بعض، انه فعلا هيبدا في استعاده مكانته. الحقيقه بشكره شكر جزيل للغايه استاذنا الاستاذ الدكتور وليد بسيوني، نائب مدير صندوق تحسين الاقطار المصريه ورئيس قسم بحوث تربية القطن بمعهد بحوث القطن. بشكرك صديقي المشاهد، وإن شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس.